السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد هنعمل فيه ملخص لفيلم One More Shot، المكمل لأحداث فيلم One Shot اللي هيظهر لك دلوقتي الملخص بتاعه في الأي اللي فوق، وبرضه هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف تقدر تروح تشوفه قبل الفيديو ده علشان تبقى فاهم الأحداث بشكل كويس. وطبعا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على فيلمنا اللي بيبدأ في ميناء فيرجينيا مع فرقة قوات خاصة من الأمن الداخلي بتقودها واحدة اسمها لوماكس، واللي بتكون في مهمة لتحديد مكان القنبلة الإشعاعية بتاعت أمين منصور، واللي بيكون فاضل على انفجارها ساعتين، وده هيكون نفس الوقت اللي رئيس أمريكا هيلقي بخطابه في الكونجرس. لكن المهمة بتفشل لما ما بيقدروش يحددوا مكان الحاوية الموجودة فيها القنبلة. بنروح بعدها لواحد اسمه مايك مارشال، وده يبقى رئيس وكالة المخابرات الأمريكية، واللي بيبقى متجه لمطار بالتيمور اللي هيتم فيه تسليم أمين منصور بواسطة الملازم هاريس. ومايك بيبقى أخد معاه مرات أمين واللي اسمها نيشة، على أمل إنها تضغط عليه وتقنعه بالتعاون معاهم والكشف عن مكان القنبلة. وطبعا المطار بيبقى تم اخلاؤه بالكامل. بعدها بيوصل هاريس ومعاه منصور، ومايك بيسيبه يقعد مع مراته اللي اول ما بتشوفه بتقعد تضرب فيه بسبب اللي عمله. اما مايك فبيطلب من هاريس انه يغادر المطار ويكتب تقرير لقائد وحدته عن اللي حصل في المهمة بتاعته، وبالفعل هاريس بينفذ الامر. وقبل ما بيجي يخرج من المطار بيتصل بمراته وبيطمنها عليه، لكن وهو بيكلمها بيشوف مجموعة مسلحة داخلة على المطار وبيسمعهم وهم بيتكلموا على انهم عاوزين يمسكوا منصور حي، فبيروح وراهم وبيكتشف انهم قتلوا حراسة المطار وبيستعدوا للهجوم، لكنه بيقدر يقتلهم وبيروح على المكان اللي فيه منصور وبيحاول يأمنه ويخرجوا من المبنى، وبيركبوا العربيات لكن بيتم مطاردتهم من المسلحين، وده بينتج عنه موت الموكب بالكامل ومحاصرة العربية اللي فيها هاريس ومنصور. والمسلحين بيحاولوا يكسروا ازاز العربية، لكن هاريس بيضرب عليهم نار وبيقدر يخرج من العربية وبيدخل على المبنى المجاور، والمسلحين بيروحوا وراهم وهاريس بيقدر يقتلهم واحد ورا التاني. بنروح بعدها لقائد المسلحين جاكسون اللي بيوبخ المساعدين بتوعه دانبار وكامبل بسبب فشلهم في احضار منصور ليه، وبيقدر يشوف في كاميرات المراقبه هاريس، فبيبعت دانبار وكامبل وراه في المكان اللي هو فيه وبياخدوا معاهم مدير العمليات في المطار اللي بيبقوا اخدينه كرهينه، وده علشان يدلهم على المكان، لكنه بيبقى لسه متعين جديد ومش عارف الاماكن، وده طبعا بيدي فرصه لهاريس واللي معاه انهم يهربوا. وفي الوقت ده امين بيقول لهاريس انه غير مكان القنبله كتمويه منه لانه كان حاسس انه هيتقبض عليه، وانه حتى ما لحقش يقول للمنسق العمليه على مكانها. هاريس بيحاول يعرف منه اسم المنسق، لكن امين ما بيبقاش عارف اي حاجه غير انه كان بياخد التعليمات منه عن طريق مكالمه تليفون. في الوقت نفسه رجاله جاكسون بيكتشفوا مكانهم وبيطردوهم، وبتحصل مواجهه كبيره جدا ما بينهم وما بين هاريس اللي بينجح في قتلهم وبيقدر يوصل للمكان اللي فيه مارشال وفريقه، وهناك بتحصل المفاجاه وهي ان مارشال بيكتشف ان العميله لوماكس بتشتغل مع المسلحين، وده لان العمليه اللي قامت بيها في فيرجينيا كان غير مصرح بيها. كمان منصور بيقدر يتعرف على صوتها لما بيسمعها في الفيديو المسجل لعمليه فيرجينيا وهي بتتكلم مع واحد من عمال الشحن بالعربي وبتساله عن مكان القنبله، فمارشال بيقرر يقبض عليها، وساعتها بيحصل هجوم قوي من المسلحين وبيقتلوا كل الفريق وبيمسكوا امين، لكن مراته بتقدر تهرب، ودنبر بيتقاتل مع هاريس وبيقدر يضربه وبيوقعه من فوق السلم. اما لو ماكس فبتقتل مارشال وبتاخد امين وبتقعد تعذب فيه علشان تعرف منه الرقم التسلسلي لحاوية الشحن اللي فيها القنبلة، واللي أمين بيرفض يقوله لها، وده بعد ما بيعرف إنها استغلته علشان تنفذ مخططها في تفجير القنبلة الإشعاعية في العاصمة واشنطن تحت مظلة الإرهاب، والهدف من ده إنها تسيطر على أماكن التأمين اللي هيتنقل ليها أفراد وزارة الدفاع والأمن الداخلي اللي بيملكوا شفرات الترسانة النووية لأمريكا، وبالتالي تسيطر بالكامل على الدولة وتقدر تبيع الشفرات دي للي هيدفع أكتر. وطبعا لما أمين بيرفض يتعاون معاها فبتبعت كامبل ورا مراته علشان يجيبها وتضغط بيها عليه، وبالفعل كامبل بيقدر يمسكها، لكن ساعتها بيظهر هاريس مرة تانية وبيتقاتل معاه وبيقدر يقتله وبيتنقل كواحد من المسلحين وبياخد نيشة للوماكس اللي بتهدد أمين بقتلها قدامه، وأمين بيرضخ ليها في النهاية وبيقول لها على رقم الحاوية. بعدها بتدي له ورقة فيها الخطاب اللي هيقوله علشان يعلن مسؤوليته عن التفجير اللي هيحصل في العاصمة واشنطن، وبعد ما بيقول الخطاب وبتصوره بتقوم مموتاه وبتخرج علشان تروح للطيارة بتاعتها، وبتطلب من رجالتها يقتلوا مرات أمين ويجيبوا جثتها هي وجوزها معاهم كدليل لاقناع الراي العام ويبعدوا الشكوك عنهم، لكن هاريس بيقدر يقتلهم وبيروح وراها وهو متنكر، لكن دانبار بيقدر يكتشف هويته، فهاريس بيقتل رجالته وبيتقاتل معاه وبيقدر يضربه، لكنه بيقوم تاني وبيطرده هو مجموعه تانيه من المسلحين، وهاريس بيقدر يصطادهم واحد ورا التاني، وما بيبقاش غير دانبار اللي بيتقاتل معاه للمره التالته، لكن المره دي هاريس بينجح في قتله، وبيروح ورا لوماكس اللي بتكون نجحت هي واللي معاها في انها تلاقي القنبله ويربطوها بجهاز التفجير
كتير، وبينقلوها على عربية إسعاف هيقودها جاكسون لمكان الانفجار. فهاريس بيتسلل المكان وبيتصل بالقائد بتاعه وبيعرفه بمكان القنبلة علشان يبعت دعم، وده بعد ما أجهزة التشويش بتاعت لوماكس بتكون اتفصلت والإشارة رجعت تاني، وده طبعا علشان يقدروا يربطوا القنبلة بجهاز التفجير. وهاريس بيحاول يهاجمهم وبيقتل أعضاء الفريق، لكنه بيواجه بعدها جاكسون وبيتقاتل معاه، وجاكسون بيكون قوي جدا وبينجح في ضرب هاريس، لكنه في النهاية بيقدر انه يقيده بالكلبشات وبيسيطر عليه، وبيروح ورا لوماكس جوه الطيارة قبل ما تهرب. ولوماكس بتبقى فرحانة بعد ما عرفت ان مكالمة هاريس للقائد بتاعه اتسببت في بدء اجراءات التأمين للرئيس ورجالة الدولة وارسالهم لمقرات التأمين السرية، وده اللي هي والمنظمة بتاعتها كانوا عايزينه، تجميع كل رجالة الدولة المهمين في مكان واحد. وبتقول لهاريس ان القنبلة دي كانت مجرد البداية مش اكتر. بعدها بيوصل الدعم وبيقبضوا عليها، وهاريس بياخد تليفونها وبيمسح من عليه الفيديو بتاع منصور، وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. سلام.